نيجي بقى للمسطحات المائية. عندي هنا البحار، والبحار دي مساحة واسعة من الماء المالح أصغر من المحيط، وعندي بحرين الأحمر والمتوسط، يبقى مساحة من المية بتبقى مالحة وبتبقى أصغر من المحيط. طيب هناك مفهوم البحيرات برضو مساحة من الماء، بس دي المالح أو العذب بيحيط بيها المياه من جميع الاتجاهات. زي عندي بحيرتين، بحيرة ناصر وبحيرة قارون، نبص عليهم على الخريطة. ادي بحيرة قارون اهي على الخريطة، تمام، وادي بحيرة السد العالي اهي، تمام. فانا عندي بحيرتين اهم، واحدة مالحة وواحدة عذبة. طيب فاضل معانا بقى اخر حاجة اللي هي مفهوم الخلجان. والخليج هو عبارة عن ايه؟ المية دخلت في اليابس، امتداد الماء المالح داخل اليابس، زي خليج العقبة وخليج السويس اللي هما موجودين قدامي. ادي خليج العقبة ودي خليج السويس اهم. طيب دي امتداد للماء المالح داخل الارض او داخل اليابس. اخيرا بقى اللي هو مفهوم الانهار، دي مجاري من الماء العذب او مجرى من الماء العذب، زي نهر النيل، وهو أطول أنهار العالم. نهر النيل يعتبر من أطول أنهار العالم. طيب كده خلص التضاريس.